احنا كلنا مش عايزه نستثني نفسنا، كلنا مش هقولك شايفينها سودة، بس ما عندناش نفس اليقين اللي احنا كان موجود. وطبعا احنا من ساعه كابتن جوهري وكابتن حسن دايما الناس يعني ايه دايما ما بتبقاش عندها طموحات عاليه، يعني حتى من الجيل بتاعك وهو رايح يلعب، لا يا عم مش هيعملوا حاجه، وبعدين في البطوله تلاقي الدعم موجود. بس بصراحه جيل كابتن حسن شحاته الاجواء بتاعه البطوله تحسها مختلفه، الروح والعزيمه والاجواء مختلفه. احنا طبعا نفسنا منتخبنا يبقى موري للناس نفس الشكل، يعني يمكن الناس مش فارق معاها قوي حته طبعا فارق معاها النتائج، بس اللي مخلي الناس ايه قلقانه شويه الشكل ان هم مش حاسين نفس الشراسه في الملعب، وطبعا الاستحواذ بتاعنا مش قوي، تلعب على ارضك وسط جمهورك، فده مخلي الناس ما عندهاش اليقين الكامل او القناعه والطموحات الكبيره. ف ده حقيقة. ايه السبب في ده بقى؟ هو ده حقيقة، بس انا عايز اقول يعني عشان ما نتعبش نفسنا، مش عايزين نقارن دايما جيل بجيل، كل جيل ليه ظروف معينه بيلعب فيها، لكن الاجيال اختلفت والدنيا اختلفت. فانت الجيل ده صعد كاس عالم، الجيل ده بمستوى مش كويس قوي صعد نهائي افريقيا البطوله اللي فاتت، كان يعني 45 دقيقه وياخدوا البطوله. القصه احنا شايفين الاداء مش كويس، وده طبيعي، يعني كل الناس شايفه الاداء مش كويس، وده يعني اي حد الف به كوره اكيد شايف ان الاداء مش كويس. وعلى فكره هو مستر خفير اجيري وكابتن هاني رمزي ولاعيبه المنتخب هم كمان صرحوا، يعني هم كمان شايفين الاداء ممكن يبقى افضل من كده، يعني هم شايفين زينا. يبقى لازم نشتغل، لان احنا عايزين ناخد البطوله كلنا، يعني حتى اي حد بينتقد شويه المنتخب، مفيش حد بيكره المنتخب او نفسه ان المنتخب ما يكملش او ياخد بطوله، كل المصريين عايزين المنتخب ياخد بطوله. فاي حد بينتقد اداء المنتخب انا بعتبره جرس انذار، عشان لا خدوا بالكم الاداء ده صحيح. مش هينفع نكمل الاداء ده، مش هناخد بيه البطوله اللي هي حلمنا وحلمكم. ف في ميزه ابراهيم ناخدها، ان انت بالاداء المش كويس ده خدت 9 نقط، فاذا الفرقه الكبيره بس ده لاول مره بس. على فكره في تاريخ مصر في دور المجموعات ده حقيقه، يعني اول مره تحصل ان احنا ناخد 3 نقاط في ال3 لقاءات. ما الفرق الكبيره بس اللي وهي مش كويسه بتعرف تكسب، نقطه مهمه جدا، فدي ميزه يعني دي ناخدها. نقطه كويسه ثانيه ايجابيه ان صلاح لعيب مؤثر، تريزيجيه بدا البطوله بقوه جدا، الاثنين لعيبه في اماكن مؤثره ماشيين بشكل كويس، خط الظهر بتاعنا محمود علاء وحجازي ماشيين بشكل كويس. ففي نقط ناخدها عشان الدنيا ما تبقاش سودة، في نقط ايجابيه، الشناوي بنسبه كبيره ماشي بشكل كويس، فنقط ايجابيه ناخدها، لكن في سلبيات كتير. احنا ادائنا مش كويس، احنا لعبنا 3 ماتشات ما فيش ماتش فيهم عملناه باداء مقنع، اداء يطمننا. فالقلق ده يخليك تقول لا يعني مصر لازم الناس تركز اكتر من كده. زاد انا بتكلم عن اللعيبه، انا واثق فيهم انهم الفتره الجايه هيبقوا احسن من كده، كل واحد ما قدرش يجيب مستواه لا قادر الفترة الجاية، هو عارف ايه اللي بيفوقه وهيفوق، بس القصة عندي شوية في المدرب. يعني القصة عندي شوية في المدرب. ايه مشكلتك مع المدرب؟ يعني انا مش قلقان من اللعيبة، هما لسه أدائهم مش كويس، مش مطمن. الأداء يقلق، يعني كلنا قلقانين من الأداء بتاع 3 ماتشات اللي فاتوا، كلنا كل المصريين. لكن أنا عندي ثقة إن اللعيبة دي شايفين اللي احنا شايفينه، لان دايما اللعيبه لما يكون في لعيبه كبيره في المنتخب وبرين بيقعدوا مع بعض يشوفوا احنا كويسين ولا وحشين، بيبقى عندهم موضوعيه في التقييم، موضوعيه ومسؤوليه، يعني اللعيبه بتتحمل مسؤوليه بشكل كويس، فالناس دي بقى عارفين. وهم دلوقتي في يعني معظم اللعيبه دلوقتي بيلعبوا بره، لعيبه كبيره عندها خبرات، فهيقدروا يشوفوا ايه اللي هيخليهم كويس وهيعملوه. انا قصتي في المدرب، يعني في نقط بسيطه بتبين لك المدرب ده كبير ولا مش كبير. زي نقط في الاختيارات. يعني انا هقيم مدرب في الاختيارات، اختياراتك عامله ازاي. بس طب ما كابتن حسن شحاته وهو واحد من كبار المدربين في مصر كانت الناس ساعات بتنتقده في اختياراته. بس كابتن حسن شحاته الناس كانت بتنتقده في 1 او 2. آه. في الاخر مفيش مدرب هياخد قايمه كل الناس بتاجمع عليها. صح. لازم يبقى في نسبه، فلما يكون النسبه عندك في الاختلاف مع اراء الناس 1 او 2 ده على فكره عالي جدا. يعني ده طبيعي، بس لما يكون النسبه في 5 6 لعيبة لا النسبة زادت، النسبة بتزيد، وفي لعيبة واضحة، يعني واضحة أي حد بيتفق إنهم ماشيين بشكل كويس يعني لازم يبقى لهم دور. فأنا بقيم المدرب أول حاجة الاختيارات، تاني حاجة إدارته للماتش والتغييرات، تالت حاجة المواقف اللي بتواجهه. فأنا بالنسبة لي هو فشل بالتلاتة، ف
فده اللي مخليني قلقان الفتره الجايه. اتمنى ان المدرب ده يوصلنا للنهائي وناخد البطوله وهنشيله على اكتافنا وهنتكلم عنه بشكل كويس، بس الحاجات دي لغايه دلوقتي لا يعني هو فشل فيها. طب كنت قلقان او قلقان مع اجيري زي ما كنت مثلا قلقان مع كوبر والوضع مختلف؟ لا يعني اجيري انا قلت مهما عمل الكره هتختلف والدنيا هتختلف وهنبقى احسن من كده وهيبقى لنا شكل اكتر من كده. اللي انا شايفه لغايه دلوقتي على الاقل في الثلاث ماتشات اللي فاتوا ان لا احنا ما لناش اي شكل، يعني على الاقل يعني كوبر انا ما كنتش مقتنع بيه بنسبه كبيره او بادارته الماتشات بنسبه كبيره، لكن يبقى ان هو صاحب فلسفه عنده مدرسه معينه كان بيطبقها. ممكن المدرسه دي والفلسفه دي ما تمشيش معانا او ما تناسبش اللاعب المصري. صحيح صعب بيها كاس عالم، صعب بيها نهائي افريقيا، بس هي في الاخر اللاعب المصري مش هيجيد قوي في الفلسفه دي، دفاعيه بحته. فانا ما كنتش بحبها، ما كنتش مقتنع بيها، لكن عنده فلسفه. انا لغايه دلوقتي مش شايف اي فلسفه لاجيري. معاك، متفق معاك يعني تمام. يعني متفق معاك مش شايف تمام. اي حاجه صح. يعني احنا هجوميا مجهود فردي دايما، يعني مهارات فرديه، مهاره معينه من صلاح، مهاره معينه من تريزيجيه. دفاعيا مش بقوه دفاعنا السنتين اللي فاتوا. فانا لغايه دلوقتي شايف الموضوع يعني المنتخب مصر ملوش هويه حتى الان. ولا انت عارف تبقى دفاعيا هايل ولا انت هجوم، يعني مع كوبر كنت دفاعيا هايل بس هجوميا بعافيه. بالظبط. انت لغايه دلوقتي لعبت 3 ماتشات انت مش مقنع في ولا ماتش. ولا ماتش فيه انت مقنع، يعني ما فيش ولا ماتش انت كنت قاعد بتتفرج على الماتش وانت مطمن للمنتخب. 3 ماتشات قلقانين ان احنا ما نعرفش نكسب 3 ماتشات مع ان احنا في يوم القرعه لما القرعه بتاعتنا جابت الثلاث فرق دول الناس سقفت في القرعه. انا كنت موجود في القرعه، الناس سقفت من المجموعه سهله. فكان لازم تطلع دور 16 باداء مقنع عن كده، لكن